مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. أشرح اليوم هو التطبيقات الموجودة بهواتف الآيفون والأندرويد وطريقة حذف التطبيقات نهائيا من جذورها. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك الفيديو. طبعا في البداية المعلومات اللي أوصلها لكم معلومات صادقة ودقيقة، وشوفوا الفيديوهات مالتي كلها دقيقة. راح أدخل على داخل الآيفون أشرح لكم طريقة حذف التطبيقات نهائيا. طريقة حذف التطبيقات نهائيا بالنسبة للآيفون والأندرويد نفس الطريقة، لكن أنا راح أدخل على الإعدادات بالآيفون حتى أشرح لكم الفرق. أدخل على مساحة التخزين مثل ما تشاهدون، أنزل إلى الأسفل راح تلقون هذه التطبيقات موجودة. لو كبست عليها هنا إزالة التطبيق راح يبقى التطبيق، وحتى إذا دخلت هنا عملت حذف أيضا راح يبقى التطبيق. هذه النقطة لازم تنتبهون إليها. حذف التطبيق مو معناتها التطبيق راح ينحذف، هذه معناتها أن التطبيق راح يبقى بالشبكة. الآن راح أشرح لكم، هذا راح التطبيق أحذفه وأرجع أرجعه الاحتفاظ بالاشتراك. والآن راح أدخل على الأبل ستور وأدخل هنا بالشبكة، أكتب سناب، عفوا هنا بالبحث أكتب سناب، وهذا الفرق أنه الآن هذا التطبيق راح ينزل موجود كله موجود. هذا التطبيق أكبر غلط اللي يحذف التطبيقات بهذه الطريقة أو الطريقة الثانية اللي أقول لكم إياها. الآن راح يدخل دقائق، الآن دخل مثل ما تشاهدون، حسابي موجود، تسجيل الدخول مثل ما تشاهدون، دخل على حسابي وراح تبدي الإشعارات. مثل ما شاهدتوا حسابي موجود. لو دخلنا هنا على شاشة الآيفون كبسنا وعملنا أيضا نفس الشيء حذف التطبيق، هذا التطبيق ما راح ينحذف أبدا من الشاشة الرئيسية. طريقة حذف هذا التطبيق وكل التطبيقات أنه تدخل على التطبيق وتروح على الإعدادات، وبعدها تنزل إلى الأسفل راح تلقي خيار حذف الحساب. تسجيل خروج نفس ما عملنا، نسجل خروج لكن حذف الحساب هو هنا. راح تدخل على حذف الحساب، راح يطلب منك شروط، راح اترك رابط بصندوق الوصف بالنسبة للإنستغرام، بالنسبة للسناب عفوا، ونفس الشيء الإنستغرام والفيسبوك وغيرها. اللي يريد يحذف الحساب نهائيا راح يدخل من داخل التطبيقات يحذف الحساب، أما إذا تريده يبقى فتعمل تسجيل خروج راح يبقى بالشبكة. أتمنى فهمتوا القصد. هذه الطريقة هي فقط تسجيل خروج، أما حذف الحساب دائما من داخل التطبيق. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفادت منه لا تنسى باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. طبعا حذف الحساب شك ومعلومات عندك كلها تروح رسائل، بعض التطبيقات طبعا رسائل تروح بعضها لا وهكذا، لكن معلوماتك كلها والبريد الإلكتروني كلها تنفقد، فما راح تقدر ترجعه ولا أحد راح يقدر يوصل لك إذا حذفت التطبيق. نهاية الفيديو، إذا عجبك لا تنسى الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة.